تغطية مباشرة جديدة على شاشة قناة النيل الأخبار، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العالم يشهد تحديات وأزمات دولية متعاقبة وغير مسبوقة تتطلب تكاتف جميع الجهود لإيجاد حلول فاعلة لها، بالإضافة إلى تكثيف العمل على دفع مسيرة التنمية المستدامة. جاء ذلك في كلمة مسجلة ألقاها الرئيس السيسي خلال منتدى أعمال تجمع البريكس، حيث ثمن الرئيس انعقاد المنتدى الذي يعكس الحرص على تنمية العلاقات بين دول التجمع بما يسهم في تعزيز الاستثمارات والتجارة البينية والمشروعات المشتركة. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، أصحاب الجلالة والفخامة، رؤساء الدول والحكومات، أعضاء تجمع دول البريكس، السيدات والسادة، ممثلي قطاع الأعمال، السادة الحضور، أود بداية أن أعرب عن بالغ التقدير لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، على الجهود المستمرة خلال الرئاسة الروسية للتجمع للعام الجاري، وما تم بذله من جهد دؤوب لدفع أطر التعاون بين دول تجمع البريكس على جميع المستويات، حيث سمت الاجتماعات التي استضافتها مختلف المدن الروسية العريقة في تعميق أواصر العلاقات وأطر التعاون بين دولنا. وفي الإطار ذاته، فإننا نثمن انعقاد منتدى أعمال تجمع البريكس الذي يعكس الحرص على تنمية العلاقات بين دول التجمع بما يسهم في تعزيز الاستثمارات والتجارة البينية والمشروعات المشتركة، التي ستفضي دون شك إلى تعزيز جهودنا لتلبية تطلعات شعوبنا وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود. السيدات والسادة، يعقد هذا المنتدى في وقت يشهد العالم فيه تحديات وأزمات دولية متعاقبة وغير مسبوقة تتطلب تكاتف جميع الجهود لإيجاد حلول فاعلة لها، بالإضافة إلى تكثيف العمل على دفع مسيرة التنمية المستدامة، وهي مسؤولية مشتركة في المقام الأول يطلع فيها القطاع الخاص ومجالس الأعمال بدور رئيسي باعتبارهم شركاء لا غنى عنهم في ذلك الصدد. وبالتالي فإن هذا المنتدى يمثل منصة مهمة تتيح استشراف مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية بين دول التجمع، وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص عبر استثمار المميزات التنافسية لكل دولة لتدشين مشروعات مشتركة بما يسهم في إثراء التكامل الاقتصادي بين دول التجمع، ويعزم دول البريكس كتكتل اقتصادي بارز في زيادة النمو الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل ما تمتلكه دولنا من فرص اقتصادية واستثمارية هائلة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي والصناعات التحويلية التي أضحت من أهم ركائز تحقيق التنمية. الحضور الكريم، تسير مصر بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، وصولا إلى اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على الصمود في مواجهة الأزمات. وفي هذا الإطار، اتخذت الحكومة مؤخرا مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية، فضلا عن تسجيل العقبات التي تواجه المستثمرين. ومن أبرز تلك الإصلاحات فرض سقف على الاستثمارات الحكومية بهدف إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في إطار وثيقة ملكية الدولة، إلى جانب تقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية التي تستهدف تبسيط الإجراءات البيروقراطية، كما تواصل مصر وجودها لتطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية والطاقة الجديدة والمتجددة، لا سيما
الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة وتطوير منظومة النقل والمواصلات والمواني في مختلف أنحاء البلاد، مما يتسق مع خططنا وأهدافنا الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي والفريد لمصر. ولعل من أبرز المشروعات المصرية الطموحة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تنطوي على فرص استثمارية كبيرة، سواء من حيث ما توفره من قاعدة صناعية متنوعة أو مميزات تصديرية لجميع مناطق العالم في ضوء عضوية مصر في العديد من الاتفاقيات ومناطق التجارة الحرة الإقليمية التي تجعل مصر المسار الأفضل للنفاذ إلى الأسواق الواعدة، خاصة بالقارة الإفريقية التي أضحت قارة المستقبل في ضوء ما تمتلكه من فرص اقتصادية واستثمارية وكثافة شبابية تصل إلى حوالي 65% من سكانها. السادة الحضور، ختاما فإنني أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن أصدق تمنياتنا بخروج هذا المنتدى بنتائج ملموسة تسهم في تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين دولنا مع علاء الاستثمار في الموارد البشرية الأهمية القصوى باعتباره مكونا وشرطا أساسيا لتحقيق التنمية والنهضة في بلادنا. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينضم إلينا من القاهرة دكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان. دكتور عمرو، بعد التحية، كيف تابعت أهم الرسائل التي جاءت في كلمة الرئيس السيسي لدول تجمع البريكس ومعاكسته من رؤية مصر الاقتصادية؟ تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. ويمكن السيد الرئيس بعث بمجموعة من الرسائل الهامة جدا من خلال هذه الكلمة. الأولى هي إدراك مصر لما يمثله هذا التجمع من أهمية للنمو الاقتصادي العالمي ومن فرص واعدة للمشروعات المشتركة بين هذه الدول والاستثمار، وليس فقط في مجال التجارة البينية رغم أهميته. أيضا السيد الرئيس أرسل رسالة واضحة جدا بالقطاعات ذات الأولوية في هذا التعاون، وبشكل خاص مجالات الطاقة المتجددة، الصناعات التحويلية، وأيضا ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي. وفي هذا الإطار استعرض السيد الرئيس آخر الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية وما يمتلكه الاقتصاد المصري من فرص واعدة. بشكل خاص ركز السيد الرئيس على تيسير الإجراءات البيروقراطية وما حدث من في التغييرات التشريعية وأيضا التحول الرقمي للدولة المصرية وأثر ذلك على جذب الاستثمارات الأجنبية. وأيضا أشار السيد الرئيس إلى ما يمتلكه بشكل خاص المشروعات القومية المصرية ومن أهمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وهنا السيد الرئيس عمل ربط هام جدا جدا بين وجود هذه المنطقة الاقتصادية في مصر بمقوماتها وإمكانياتها وموقعها الجغرافي مع اتفاقيات التجارة الحرة والتكتلات الاقتصادية الموجودة التي مصر عضو فيها، مثل الكوميسا أو منطقة التجارة الحرة العربية إلى غيره من اتفاقيات الشراكة والتكامل الاقتصادي. تمام. الرئيس السيسي أشار أيضا إلى تجمع البريكس هو التجمع الأبرز اقتصاديا، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على اقتصادات دول أعضائه. أهمية ذلك ودلالته برأيك؟
البريكس هو تجمع اقتصادي بيتسم بمجموعة من الصفات اللي بتجعله متفردة. معظم التكتلات الاقتصادية الهامة هي التكتلات بيجمعها التجور الجغرافي والتشابه في الهياكل الاقتصادية. البريكس هو تجمع مترامي الأطراف جغرافيا بيجمع ما بين الاقتصاديات الكبرى في قارات عديدة تمثل الدول الآخذة في النمو والدول التي تتطلع إلى التواجد في مصاف الدول المتقدمة. وجود الدب الروسي و التنين الصيني في هذا التجمع جنبا إلى جنب مع اقتصاديات قوية كالهند وجنوب أفريقيا ومصر وما ضموا هذا التكتل في المجموعة الأخيرة من الدول الأعضاء التي كانت من بينهم مصر والمملكة العربية السعودية أيضا، هو أمر في غاية الأهمية، يعكس تنوع في الموارد، تنوع في الموارد ليست فقط المادية والثروات الموجودة في هذه الدول، ولكن أيضا الموارد البشرية في هذا التجمع هي من الإمكانيات الهائلة التي تجعل من هذا التجمع فرصة نمو غير عادية. أيضا يعطي هذا التجمع قوة للدول الأعضاء في مواجهة التكتلات الاقتصادية الأخرى وفي مواجهة الأزمات العالمية. ويمكن هذا الموضوع أيضا يمكن السيد الرئيس أشار في كلمته ليس فقط إلى رغبة الاقتصاد المصري في الإصلاح الاقتصادي والتركيز على جوانب النمو الاقتصادي، وإنما القدرة والصمود على مواجهة الأزمات التي أصبحت هي سمة من سمات الاقتصاد الدولي في الفترة الأخيرة. نعم، الرئيس أيضا أشار إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد سواء الإقليمي أو العالمي. كيف يمكن توسيع قاعدة هذه المشاركة في اقتصادات دول البريكس؟ نعم، بالتأكيد كان هذا أحد المحاور الهامة في كلمة السيد الرئيس، وهو إيمان الدولة المصرية بأن التنمية الحقيقية والنمو الاقتصادي سيكون من خلال القطاع الخاص. وربما السيد الرئيس أشار في أولى الإجراءات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي كان هو وضع سقف للإنفاق الحكومي في مصر، وكيف أن الهدف من هذا السقف هو تمكين أكثر للقطاع الخاص المصري والأجنبي. وبالتالي نحن هنا لا نتحدث فقط عن مجموعة من الإجراءات لتذليل العقبات والتخلص من البيروقراطية التي تعوق تواجد القطاع الخاص في الهيكل الاقتصادي وفي بنيان الاقتصاد المصري، ولكن نتحدث عن دلالات وحقائق واضحة جدا تعكس الإرادة السياسية للدولة المصرية في إفساح المجال للقطاع الخاص وإيمانها بأن التنمية لن تكون إلا من خلاله. وهذه هي رسالة طمأنة هامة جدا جدا للاستثمارات الأجنبية وللتعامل مع التكتلات الاقتصادية والتعاون الدولي، لأن هذا الموضوع هو أحد المحددات الهامة جدا لجذب الاستثمار الأجنبي. نعم، تحدث الرئيس السيسي أيضا عن ما قامت به مصر من جهود في مجال مشروعات النقل وتطوير البنية التحتية، أهمية ذلك كقاعدة جاذبة للاستثمارات في الاقتصاد المصري. قطاع النقل هو واحد من القطاعات التي نطلق عليها القطاعات الضرورية، الشروط الضرورية لجذب أي استثمارات أجنبية. ونحن هنا نتحدث عن قطاع النقل بمفهومه الواسع والمتكامل، نتحدث عن المواني البوية أو المطارات، نتحدث عن المواني البحرية المصرية، ثم نتحدث عن طرق النقل البري، شبكات نقل الطاقة وأهمها الغاز الطبيعي. وهذا القطاع شهد نهضة غير مسبوقة لم تحدث من قبل، سواء ليس فقط في عدد المواني الجديدة اللي تم إنشائها أو عدد الأرصفة التي تم
تطويرها، وإنما أيضا بإدخال نظم إدارية جديدة على إدارة هذه المنشآت والتوسع فيها، وبالتالي حجم التجارة الدولية واحد من أهم محدداته في الدولة هي وجود هذه البنية الأساسية، وبالتالي تكامل هذه البنية مع الموقع الجغرافي ومع الثقل السياسي والاقتصادي لمصر في المنطقة سواء العربية أو المحيط الإفريقي والمحيط الأوروبي أيضا هو أمر في غاية الأهمية، خاصة مع إعادة النظر في التوزيع لسلاسل الإمداد وسلاسل القيمة عالميا بعد أزمة كورونا وما تلا ذلك من إعادة النظر في المراكز اللوجستية المختلفة على مستوى العالم. وبالتالي مصر بما قامت به من استثمارات في هذا القطاع بتساعد بشدة على جذب مزيد من الاستثمارات وخاصة في القطاع الصناعي، ليضيف إلى ذلك ليس فقط للدولة المصرية ولكن للمحيط العربي والإفريقي لمصر. نعم، أشكرك دكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، وينضم إلينا الخبير الاقتصادي بلال شعيب. أستاذ بلال، بعد التحية، من خلال متابعتك لكلمة رئيس السيسي لمنتدى البريكس بعد انضمام مصر رسميا لهذا التكتل الاقتصادي، أهم ما ركز عليه الرئيس خلال هذه الكلمة برأيك؟ في البداية مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. في حقيقة الأمر هناك عدد من الرسائل إنجاز التعبير تحدث بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم. أولا توقيت يعني التجمع توقيت النهاردة المنتدى اللي بيتم حاليا، خاصة في ظل عدد من التحديات والأزمات الدولية اللي بيعيشها العالم كله النهاردة. بنشوف النهاردة توترات جيوسياسية عسكرية موجودة في أوروبا، في منطقة الشرق الأوسط، مناوشات ما بين إسرائيل وإيران أو إيران وإسرائيل، مناوشات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، خاصة ده الاقتصاد الثاني عالميا، وبالتالي عدد من أهم وتحد، بالإضافة طبعا إلى انعكاس ده على التحديات الاقتصادية. بنشوف النهاردة ارتفاع مؤشرات التضخم بشكل كبير، سياسة تجديد نقدي اتبعتها معظم البنوك المركزية حول العالم لأكثر من 24 شهر كان ليها انعكاس كبير جدا في محاولة لكبح جماح التضخم، وبالتالي ارتفعت أسعار الفوائد، وبالتالي ارتفعت كمان معها الديون العالمية اللي وصلت 315 تريليون دولار، وده رقم غير مسبوق. تقريبا ثلث المدينية دي في الدول النامية، 105 تريليون دولار مدينة بها الدول واقتصاديات الدول الناشئة، بالإضافة طبعا لأزمات الطاقة، أزمات الغذاء اللي اختفعت منظمة الغذاء العالمية النهاردة إنها بتحذر إن حوالي 768 مليون شخص حول العالم، 768 مليون شخص حول العالم بما يعادل حوالي 10% من سكان الكرة الأرضية سيواجهوا مخاطر من نقص التغذية. كل الأزمات وكل التحديات دي أشار إليها بشكل مختصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. من جانب آخر طبعا اتكلم على أن التجمع البريكس ده جزء مهم جدا ممكن يفيد الدول الأعضاء في تجمع البريكس، خاصة أن الأزمات والتحديات دي تحتاج إلى تكاتف وتضافر الجهود، خاصة وأشار بشكل مختصر إلى قوة التجمع، أن التجمع النهاردة تقريبا بيمثل أكثر من 40% من سكان 40% من سكان الكرة الأرضية، وبالتالي بيساهم بأكثر من 40% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي هي قوة شرائية وقوة استهلاكية كبيرة إذا ما أحسن استغلالها استغلال جيد من خلال التعاون والتكاتف ما بين الدول. وأخيرا طبعا أشار إلى الإصلاحات الاقتصادية اللي قامت بها الدولة المصرية، بعث رسالة طمأنة بشكل كبير جدا إلى كل المستثمرين الأجانب إن الدولة المصرية النهاردة القطاع الخاص هو المستقبل في الاستثمار في مصر. صحيح. خاصة إن الدولة النهاردة ملتزمة تماما بوثيقة سياسة ملكية الدولة، وبالتالي الدولة تتخارج من جزء كبير جدا من الحياة الاقتصادية، بتفسح المجال أمام القطاع الخاص بحيث إن القطاع الخاص النهاردة يشكل أكثر من 65% من حجم الاقتصاد. في سبيل ده طبعا المستثمر الأجنبي محتاج عدد من الملفات، محتاج ضبط في المالية العامة، محتاج يعني نقدر نقول قانون ضريبي مرن يقدر يتعامل معاه المستثمر، بالتالي محتاج طبعا تمهيد لوسائل النقل والمواصلات والبنية التحتية. أشار إلى عدد من القطاعات الاقتصادية اللي الدولة النهاردة شغالة فيها، من ضمنها الطاقة الجديدة والمتجددة. صحيح. الدولة بتسعى في الفترة القادمة إن شاء الله إن يكون في إن الطاقة الجديدة والمتجددة تشكل حوالي 40% من حجم الطاقة في مصر،
وبالتالي دي جزء للاستثمار مهم جدا بيعرضه رئيس الجمهوريه على المستثمرين الاجانب النهارده يقدروا يدخلوا في الدوله المصريه مع طبعا الضمانات اللي بيديها لهم في وثيقه سياسه ملكيه الدوله بافساح المجال تماما امام القطاع الخاص. يعني كما اشرت استاذ بلال الى تاكيد الرئيس على اهميه المشروعات التي قامت بها مصر في مجال الطاقه الجديده والمتجدده والتي تمتلك فيها مصر مقومات كثيره من ابرزها الهيدروجين الاخضر، كيف يمثل ذلك باب لجذب الاستثمارات في هذا القطاع؟ بالتأكيد ده جزء مهم جدا. الرئيس الجمهورية النهاردة أشار أن الناس كلها أو العالم كله النهاردة بيهتم بأفريقيا. ليه بيهتم بأفريقيا؟ لأن القارة الأفريقية مليئة بالموارد الاقتصادية، لكن طبعا على عقود مضت كان بيتم تصدير الموارد دي كموارد اقتصادية دون إضافة أي عمليات تصنيعية عليها. النهاردة القارة الأفريقية ومنها مصر أيقنت تماما ان احنا دول شابه، وده اشار اليها السيد الرئيس النهارده برضه، اشار ان احنا حجم الشباب فيما يتعلق بعدد السكان اكثر من 60%، وبالتالي 60% انت محتاج توظفهم، محتاج تعمل عمليه اعاده تاهيل للشباب وتشغلهم وتفتح مصانع، فده لن يتاتى ولن يحدث الا اذا كان هناك طاقه تقدر توجهها للصناعه، وبالتالي تقدر تستفيد باضافه عمليات تصنيعيه. يعني احنا عندنا خام الكوارتز على سبيل المثال في عهود سابقه اكثر من 30 سنه فاتوا كنا بيتم تصديره ماده خام، النهارده لا، صدر قرار وزير التجاره والصناعه من سنتين بعدم تصديره خام واضافه عمليات تصنيعيه عليه، بدانا نشوف النهارده مصانع للاسمده. كل الكلام ده ما كانش هيحصل الا اذا انت ضمنت تنوع في مصادر الطاقه، خاصه مصر لديها تنوع في مصادر الطاقه، عندك طاقه الرياح، الطاقه الشمسيه، النهارده بدانا نخش في الهيدروجين الاخضر، وتقريبا احنا الدوله الوحيده في المنطقه اللي بدانا ندخل فيها الهيدروجين الاخضر، فعملنا استباقه تكنولوجيه في النشاط ده، بنقدر ان احنا نفتح الابواب للعالم كله يقدر يخش يشارك معانا في المجال، وبالتالي ده نوع من انواع الاستثمار الاجنبي بيفيد المستثمر ان هو يقدر ينوع استثماراته، وبيفيدنا احنا كدوله ان احنا بنكسب استثمار اجنبي مباشر للدوله، فبالتالي بندعم الاحتياطي النقدي الاجنبي، نقدر نفتح مصانع كتير، نقدر نعلي معدلات التشغيل وبالتالي تخفيض معدلات البطاله في الدوله. نعم، يعني كما اشرت هناك توجه كبير لمصر تجاه القاره الافريقيه، كيف يحقق انضمامها لتجمع البريكس هذه الرؤيه؟ بالتاكيد تجمع البريكس بنشاته كان بيراعي اصلا فكره الانتشار الجغرافي، يعني بنشوف قبل حتى انضمام قبل الانضمامات الاخيره اللي تمت سواء كان مصر والسعوديه والامارات، كان مجموعه البريكس كانت ممثله منها دوله افريقيا في جنوب افريقيا في القاره الافريقيه، امريكا الجنوبيه، اوروبا، فبالتالي هي قايمه على فكره الانتشار الجغرافي للاستحواذ على اكبر عدد من السكان، وبالتالي النهارده هنتكلم على الدول الافريقيه، مصر هي بوابه الدخول للسوق الافريقي، المنطقه الاقتصاديه في قناه السويس ممكن تكون نقله وطفره كبيره جدا لاقامه مصانع في المنطقه دي، وبالتالي سهوله النقل للبضائع لافريقيا، وبالتالي تخفيض التكاليف بتاعه النقل، وبالتالي مصر النهارده بتحاول انها تسوق نفسها كانها وسيط تجاري ووسيط صناعي كبير جدا في المنطقه، احنا وسيط لافريقيا واوروبا والدول العربيه، فبالتالي الموقع الجغرافي اللي بتتميز بيه الدوله المصريه قناه السويس اللي بتشكل اكثر من 12% من حجم التجاره العالميه جزء مهم جدا بنحاول ان احنا نروجه ونستثمر نجذب مزيد من الاستثمار الاجنبي المباشر للدوله المصريه. نعم، شكرا لك الاستاذ بلال شعيب الخبير الاقتصادي. مرحبا بكم من جديد، ونتحول إلى ملفنا الثاني في هذه التغطية المباشرة، اغتيال قائد حركة حماس يحيى السنوار الذي مثل تداعيات عديدة، حيث يعتبر ضربة خطيرة بالنسبة لحركة حماس من الناحيتين الرمزية والوظيفية، وربما تؤدي بالحركة إلى الموافقة على بعض المطالب الإسرائيلية كما يرى بعض المحللين، أو منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نصرا رمزيا سيعتبره غطاء سياسيا تخفيف موقفه التفاوضي. الحمد لله، السلام ابراهيم. لاغتيال يحيى السنوار زعيم حركة حماس تداعيات عديدة، وسط دعوات متجددة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن عشرات المحتجزين منذ الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر من عام 2023. بدأت تفاصيل اغتيال يحيى السنوار عندما واجهت دورية روتينية للجيش الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة 3 رجال مسلحين في أحد المباني،
وقع تبادل لإطلاق النار انتهى بمقتل المسلحين الثلاثة، بينما لم يوجد أي محتجزين بالمبنى رغم إعلان إسرائيل أن السنوار كان يحيط نفسه بعدد منهم كإجراء أمني. ويقول مسؤولون إسرائيليون إن الدورية اشتبهت في أن أحد القتلى هو يحيى السنوار بناء على تقييمات بصرية، وعلى الفور جرى إبلاغ القيادة ثم خضع الجثمان المشتبه فيه لتحليل، حيث أشارت الأدلة البصرية ومن بينها أسنانه وندبات في وجهه وعلامات أخرى إلى أنه السنوار. ويبدو أن ما أجل الإعلان الرسمي بشكل فوري عن اغتيال السنوار هو الملابسات الغريبة التي أدت إلى اغتياله خلال اشتباك عابر بمحض المصادفة ولم يستند إلى معلومات استخباراتية دقيقة. اليوم الشر تلقى ضربة شديدة، إن تصفية زعيم حركة حماس يحيى السنوار محطة مهمة في تراجع حكم حماس بقطاع غزة، لكن الحرب بقطاع غزة لم تنتهي بعد حتى بعد تصفية السنوار، وهي صعبة وتكلفنا ثمنا باهظا. من يلقي سلاحه ويعد رهائننا سنسمح له بمواصلة الحياة. واعتبرت إسرائيل أن السنوار هو العقل المدبر لهجوم 7 أكتوبر من عام 2023 والمطلوب الأول على قائمة الاغتيالات، مؤكدة عزمها القضاء عليه، ومن ثم فإن اغتياله يعد بمثابة الإنجاز الأكثر دراماتيكية لإسرائيل منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة. ومن عمان ينضم إلينا الدكتور عصام ملكاوي الخبير الاستراتيجية. ودكتور عصام، يعني بعد الترحيب بك، أولا دلالة اغتيال السنوار وانعكاساته سواء على التفاوض أو على الصراع على الأرض، كيف ترى؟ مساء الخير لك والمشاهدين. يبدو أن استشهاد القائد يحيى السنوار له دلالات سياسية وعسكرية بغض النظر عن الشعور العاطفي الذي يعني اجتاح جميع المتعاطفين من عرب ومسلمين وأجانب مع القضية الفلسطينية، لكن حقيقة يعني هذه الاستشهاد لهذا القائد أعتقد أنه سيزيد المقاومة يعني ضراوة ويعني إلحاح بالثأر ليس فقط ليحيى السنوار ولكن لجميع الفلسطينيين حتى الأطفال والنساء والشيوخ الذين قتلوا في غزة واغتيلوا في غزة، وحتى للأرض التي دمرت وللبنايات والبنية التحتية. هذه شعور الانتقام لابد أن يتولد. فإسرائيل تظن أنها أحرزت نصرا تكتيكيا، أعتقد أنها لم تحرز أي شيء، يكفي أنه استشهد وهو يقاتلهم وهم يظنون أنه مختبئ في الخنادق وجلبوا جميع أنواع الطائرات والقذائف التي تخترق الأعماق للوصول إليه، فوجدوه مع 2 من رفاقه يقاتلونهم على بعد 100 أمتار. أعتقد أن هذه الحالة يمكن أن تكون أيضا نوعا من الحالة النفسية السيئة التي ستصيب القادة العسكريين. لو نظرنا إلى القادة العسكريين وهم يتجولون بين جنودهم في غزة ومحاطين بمئات من الحرس والطائرات والسيارات المدرعة، أعتقد أن ذلك يعني يبدي أن يكون يعني تشبيها بليغا بين قائد يقود مقاومة استمر على مدى 12 شهرا وما زال يقاتل في الأمام، وما بين قادة إسرائيليين يملكون جميع الأسلحة الفتاكة يعني تحالفهم الولايات المتحدة ودول الناتو، ومع ذلك يظنون أنهم قد أحرزوا نصرا. أعتقد أن استشهاد السنوار هو علامة فارقة في كيفية هذه المقاومة التي لا تنظر إلا إلى النصر أو الشهادة. هذا المفهوم الذي يعني تربت عليه هذه المقاومة، إما النصر وإما الشهادة. فأعتقد أن هذه اللغة لا يفهمها إلا أصحاب هذه العقيدة. أما إسرائيل ومن لفها أعتقد أنهم لا يفهمون هذه العقيدة، هم يفهمون متى تنتهي الحرب للعودة إلى الحياة التارفة وإلى الكازينوهات وإلى الملاهي وما يعني شابه ذلك.
لذلك نحن أمام يعني نوعين من الصراع، صراع النفوذ وصراع العقيدة. صراع العقيدة هو أنهم يقاتلون من أجل حريتهم ومن أجل وطنهم ومن أجل دولتهم، أما هؤلاء فقد ثبت أنه حتى في استراتيجية إسرائيل التي أعلنت عام 2015 قالوا وبالحرف الواضح وبالكلام الواضح بأن ثقة الوجود الإسرائيلي ما زالت غير كاملة، بمعنى أن هنالك شك في وجود واستمرار وجود دولة إسرائيل. أما هؤلاء المقاومين فهم يقولون أننا وجدنا في هذه الأرض نحن وآباؤنا وأجدادنا وبالتالي لن نخرج منها فهي أرضنا. هذا الفرق في العقيدة وفي صراع الإرادات هو الذي يولد هؤلاء القادة، فإذا ذهب قائد خرج قائد. من قال أن هذه المقاومة قد انتهت بعد استشهاد الشيخ أحمد ياسين بعد استشهاد جميع القادة من يحيى عياش ومن الرنتيسي ومن إسماعيل هنية وكلهم يعني طابور ورتل من الشهداء الذين سبقوا وما زالت هذه الأرض ولادة. إذن أنا أعتقد أن الفرح الذي أصاب القادة العسكريين على أنهم حققوا ما يقالوا أنه تدمير لقيادة حماس، هذه حماس موجودة وما زالت. طيب يعني دكتور عصام، تأكيدا لكلامك، القيادي في حماس خليل الحية قال اليوم إن الحركة مستمرة في مسيرتها لحين تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني وأن الأسرى الإسرائيليين لن يعودوا إلا بوقف العدوان على غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية. يعني إذن هذا يؤكد كلامك بأنها حرب عقيدة في المقام الأول وليس لها علاقة باغتيال قيادات أو قادة في هذه الحرب. لكن ماذا عن رد الفعل الغربي الأمريكي؟ لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي يقول إن اغتيال السنوار يتيح فرصة كبيرة لإحراز تقدم ويزيل عقبة هائلة، ما تعليقك على ذلك؟ يعني أعتقد أن الولايات المتحدة، يعني صحيح أنا أكون معكم صريح في هذه، أنني حزين على هذه الدولة العظمى التي يعني تتحدث بكلام كالببغاوات بعد يعني ما يقول وما يتلو عليهم نتنياهو من سردياته الفاجلة. يعني هذه الدولة التي تقود العالم كقطب أوحد وصلت إلى هذا الدرك يعني المنحدر جدا في السلوك السياسي الدبلوماسي حتى الأخلاقي في المعايير المزدوجة بين أطفال أوكرانيا وأطفال غزة، بين قتلى وشهداء الفلسطينيين وأي قتيل يخرج في أوكرانيا أو في إسرائيل. يعني هذه شيء محزن. أعتقد أنها دولة الآن وضعت نفسها في جيبة أو في قبضة نتنياهو الذي سيقودها وسيقود دولته إلى الانهيار. أنا أعتقد أن السؤال الذي يجب أن يطرحه الغرب والولايات المتحدة بالدرجة الأولى قبل نتنياهو، ماذا لو لم تكن أمريكا مع إسرائيل؟ هل ستبقى هذه الدولة على قيد الحياة؟ أعتقد أنها ثبت في 7 أكتوبر أنها دولة هشة، وبالتالي لابد أن يكون أو تكون أمريكا شريكة في كل هذه الجرائم، فالمجرم لا يعترف بأنه مجرم. لذلك قالت بأنها فرحت بهذا الخبر وأن مقتله سيحقق العدالة وستنتهي الحرب سيعود الأسرى، فلننتظر. وأنا أقول لهم على العكس من ذلك، أعتقد أن الأمور قد تعقدت كثيرا، وأعتقد أن الأسرى لن يعودوا إطلاقا إلا إذا قدمت إسرائيل تنازلات وتنازلات أكثر مما طلبها يحيى السنوار. وبذلك فالمقاومة الآن لها ثأر سابق في ما يتعلق بأهدافهم التي وضعوها قبل طوفان الأقصى، وثأر حاليا لقادتهم. هذا الإخلاص في النظرية العقدية لهذه المقاومة هو الذي يبقى جدوى المقاومة مشتعلة. نعم، أشكرك ضيفي الكريم من عمان الدكتور عصام ملكاوي الخبير الاستراتيجي. إذن مشاهدينا وصلنا نهاية هذه التغطية المباشرة، أشكر لكم حسن المتابعة، تحياتي لكم وإلى اللقاء.